بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في الويبينار اللي هنتكلم فيه النهارده عن الكوفيد 19 في الاطفال. هنشتغل بناء على البروتوكول اوف مينستري اوف هيلث اللي هو مانجمنت جايد لاينز فور كوفيد 19 بيشنتس وذ سبيشال ميديكال كونديشن، وهناخد منه جزء اللي يخص الاطفال والنيونيت والفاكسينيشن تخصهم. لكن بدايه طبعا الجايد لاين ده موجوده وممكن نبعته لحضراتكم على اي حد يطلبه، سواء الخاص بتاعي او على الجمعيه او على صفحه مستشفى النص التعليمي طبعا بشكل اساسي. بس انا احب انوه للجمله المكتوبه قدام حضراتكم اللي هي الانفوديمكس اللي هي طلعت في بدايه البانديميك، ودي طبعا اول مره تستخدم في ابيديميك، ما حصلتش قبل كده. انفوديمك دي اللي هو باقي المعلومات، وباقي المعلومات طبعا خاطئه، لان المفروض ان احنا ما ناخدش اي معلومات لا سوشيال ميديا ولا من ميديا الا لازم نرجع لمصادر موثقه. قدامنا مصدر وزاره الصحه والسكان، وبترجع للمراجع العالميه المؤكده وزي السي دي سي ودبليو اتش او، والكلام اللي نتكلم عليه النهارده الريفرنس اللي نتكلم عليه النهارده مصدره مثلا اسابيع، مش مثلا نقول حاجات قديمه، فحاجات كلها موثقه، ما ناخدش اخبار من اي مكان. ده معنى كلمه انفوديميك. الاطفال اللي ات ريسك of COVID-19 complications، الأطفال اللي عندهم long term respiratory conditions، دول اللي بيعانوا أكتر طبعا بحالات أخطر شوية، فنخلي بالنا من دول قوي. immune compromised، ال hemodynamically significant and or cyanotic heart disease، يعني واحد عنده left right shunt أو عنده cyanotic heart أو عنده combination، طبعا ده at higher risk. chronic kidney disease stages 4 or 5 أو dialysis or on dialysis، دول الهاير ريسك وتبقى كوميونيكيشن فيهم اكتر ومورتاليتي اكتر. الاسسمنت بتاع الاطفال في الكوفيد 19 بانديميك، اول حاجه طبعا لينا وير بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي هي البي بي اي. ثانيا اوروفارينج شودنت بي اكزامند انليس اسينشال، سيبك من حته الصو سخن يبقى عنده احتقان، 90% سخونيه ما فيهاش احتقان، كلها فايرال وبتخف لوحدها، ولو احتقان له بارامترز وعارفين بين سكور قبل كده في الجايد لاينز وهنقوله تاني بتاعت الانتيبيوتيك يوز، فحته الاكزيميشن زون خليها يعني ادي الحدود، ولو عملناها زي في الاختيار الثالث if the throat need to be examined use BPE even if no symptoms should be. يعني لو انا حكشف على طفل على زوره لازم استخدم BPE حتى لو ما فيش symptom suggestive of COVID-19. ideally one parent، يخش الطفل واحد بس ما يخشش مع الجيران والقرايب كلهم. البيشنت اول فاميلي ممبر شود وير سيرجيكال ماسك في الايمرجنسي ديبارتمنت، اي حد يخش ايمرجنسي ديبارتمنت لازم يبقى لابس فيس ماسك. في الايمرجنسي ديبارتمنت اي طفل مع يعني عنده بوسيبيليتي في كوفيد 19 يروح على طول مباشره على الايمرجنسي ديبارتمنت وريدايركتد للوكال ايزوليشن اريا طالما سسبكتد. الاطفال اللي عندهم سيفير سباتري كومبرمايز بيروح على طول على الايزوليشن. ريكورد شود بي كيبت، لازم العيان يجي لي اعمل ريكورد عشان اقدر اتابعه. في ناس بيحصل لها بانيك، في ناس تروح تكشف في عيادات، الناس لسه برضو في دينايل، في بانيك، في ميس اندرستاندينج، الوعي مش متساوي عند كل الناس، يبقى عندي ريكورد اقدر اتابعه. وده اللي الدوله بتعمله حاليا، بتتابع الناس في البيت وتليفونات وريكوردينج وبكل الوسائل، وبديهم وسائل تواصل مدى 24 ساعه، فبيبقى في ريكورد من اول ما بيوصل للعيان عشان اقدر اتتبع القصه واقدر احمي العيان نفسه. البيزك بيدياتريك ريسستيشن اند لايف سبورت، لازم طبعا القصه دي يبقى انا عندي ليها امكانيه ان انا اعملها بشكل انه العيان ده ممكن يبقى كريتيكال. يعني زي ما شايفين الصوره اللي ورايا كده ان هو العيان بيتعمل له البيزك لايف سبورت الكارديك مساج، لكن انا من ضمن البريكوشنز ما بعملش ماوس تو ماوس، يعني في الاطفال السسبكتد كوفيد او ان جنرال الفتره الحاليه ما بعملش ماوس تو ماوس، لكن ممكن اعمل كارديك مساج عادي. كمان هنشوف في السكرين او في السكرين اللي انا هشيرها دلوقتي انه الاطفال اللي ممكن يحتاجوا مور كريتيكال كيل ادفانسد بيدياتريك لايف سبورت بعمله لهم. الاطفال طبعا اللي هي بتحتاج مني ريسستيشن اقوى او اعمق او حاجات مور بروفيشنال
فدي ببقى مجهز ان انا اعملها لهم. كمان النيونيت بالنسبه للسيستم بتاعت الانفانسي بتابع الوسائل بتاعتها كلها. ويمكن ده اللي ورانا برضو ده مثال على الاطفال لما بيجوا المستشفى ازاي تريننج للناس وازاي بعمل لهم بي ال اس وادفانسد لايف سبورت. ده كان ده اللي حصل عندنا في مصر. فده عشان نقدر ان احنا يعني نتعامل مع الحالات الكريتيكال بشكل مثالي. يبقى عندنا دي في الامرجنت ديبارتمنت. طيب الكلينيكال مانيفستيشن طبعا ما عليهاش خلاف ودي زي الكبار تقريبا مع مايلدر طبعا سيمتومز لكن بتصيب الاطفال برضه. فيبر ريسبيرتوري سيمتومز ايمجينج كاركترستيك اللي هي في السي تي او الاكس راي لو السي تي افيلابل وايت سيل كاونت نورمال او ديكريز والليمفوسايت ديكريز. حاجات زي الكبار بالظبط ولو ان السيمتومز في الاطفال اقل شويه. طب ايه حكايه بقى الويرينج اوف كلوز ماسك؟ دي مكتوبه في الجايد لاينز بتاعت وزاره الصحه والسكان ودي موجوده في موقع السي دي سي وحاطين البروشور اللي احنا شايفينه انه بيقول ان انا ممكن استخدم يور كلوز فيس كفرنج بروتكتس ذم زير كلوز فيس كفرنج بروتكتس يو. يعني مش زي السيرجيكال ماسك لكن بيحوش جزء لا بأس به. لو اتنين اللي بيسوه هيبقى الحماية إلى حد ما أفضل وده بالتالي الكوميندنج ما عدا الأطفال أقل من سنتين زي ما مكتوب قدام في الناحية اليمين ما عدا الأطفال أقل من سنتين خوفا من السافوكيشن. طب طريق تفصيله ازاي؟ بتعمل في البيت من قماش عادي جدا وده بنحطه ونعمل له أستكين زي كده ويتلبس عادي. CDC طبعا critically emphasize that maintaining 6 feet social distance عشان ما البس الماسك وحس بالأمان قوي. لكن طبعا social distancing أو physical distancing مهم جدا عشان الماسك القماش طبعا ممكن سهل وتعامل وعملي. وCDC العلم طبعا دي هيئة اللي هي منظمة التحكم والوقاية من الأمراض ودي تشتغل في أمريكا لكن برغم من كل إمكانيات المتاحة والكلام ده لكن سمحوا للناس إنهم يستخدموا الكلوز ماسك زي ما احنا شايفين. CDC's additionally advising use of simple closed face mask يعني حتى تعمل في البيت مش لازم اشتريه من مكان ما. To slow the spread of virus and help people who may have the virus and do not know الناس اللي هم silent carrier from transmitting it to the others. Close face mask coverings made at home from common materials يعني من فانيلا من حاجة قماشة ممكن يتعمل low cost طبعا وده بالتالي ممكن يعمل حماية مش بطالة. دي ريفرنس كلها 2020 كلها من شهر أو شهرين فاتوا بالكتير يعني على الكلوز ماسك إنه ممكن فعلا يقلل السبريد أو slow spread of virus على الناس اللي بتاخد علاج. ناس بتاخد اميونوسابريسيف، ناس بتاخد انتيبيوتيك، ناس بتاخد انتي هايبرتنس. الناس اللي بتاخد اميونوسابريسيف ميديكيشنز زي الستيرويدز تاكروليماس سايكلوسبورين مايكروفينوليتس يعني كل الاميونوسابريسيف ميديكيشن في كونديشنز زي مثلا الكيدني ترانسبلانت نيفوتيك سيندروم لانه بيلوز بروتينز في اليورين مع النيفروباسي اللي عنده انكشن لاين الاي جي اي نيفروباسي الفاسكولايز كل دول اميون كومبرومايز. فدي ادويه ودي conditions دول بيبقى immunosuppressive medication. الrecommendation بتاعتي continue immunosuppressive medication without exception. Relapse of the underlying condition هتبقى أخطر بكتير من الفيروس itself. Follow general precautions المتابعة بتاع infection control وإني في فيروس باتو symptoms must be properly assessed. إذن immunosuppressive ما يتوقفش. طيب نيجي بالنسبة للأنتيبيوتكس ناخد ايه وما ناخدش ايه. ريجولار باراسيتامول is safe. Avoid non-steroidal anti-inflammatory medication زي ما احنا كان في يعني conflict او في خلاف نستعمل non-steroidal ولا لا فقالوا لا خلاص احنا هنا كده هنستخدم الباراسيتامول وهنبعد عن
النانسترويدلز وده في اخر ايفيدنس بيز جاي من وزاره الصحه. انتي هايبرتنسيف كونتينيو اني انتي هايبرتنسيف، وده ده مره اخرى علشان كان دار كلام على الايس انهيبيتورز نوقفهم ولا لا، عشان طبعا في ميكانيزم الفيروس ويخش السيلز من خلال الاي سي ريسبتورز، لا ما نوقفش الايس انهيبيتورز حتى لو العيان ده بيستخدمه مفيش اي مشكله فيهم، فكده الادويه اللي بياخدها ما وقفش. طيب الفاكسينيشن بقى، اما نتكلم على الفاكسينيشن هنقول ان الاطفال اللي بتطعم او لها تطعيم نعمل معهم ايه. كنا في الاول زي ما قلنا كده ان احنا كنا بنقول لهم ما تنزلوش الوقت مش لازم، ما حبكتش مش عارف ايه، وبعدين الموضوع ما كانش حد عارف ولا اي دولة قدرت انها تقدر الموقف هيمشي ازاي، فبدأنا ان احنا الناس انزل. اول حاجة بس اتقال في الفاكسين والشيء بشيء يذكر انه ما فيش فاكسين whatsoever ومش متوقع قبل سنة على الاقل، وكمية الانتاج بتاعته وسعره والديستريبيوشن، فاذا ما نحطوش في حساباتنا هينفع بقى ان شاء الله لو لنا عمر في الاتاك اللي جاية بقى ان شاء الله عليكم خير. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بقى التطعيمات العادية، لا ما نعملش disruption of immunization services. ويمكن رينا اخيرا او سمعنا عن انه الكومينج upcoming epidemic هيبقى كوفيد، لا ممكن يبقى حاجات من الحاجات بتاعتنا اللي احنا لو وقفنا التطعيمات ممكن يبقى ميسز، ممكن يبقى بوليو، ممكن يبقى حاجه من دي لو احنا وقفنا التطعيمات وما عملناهاش، وبالتالي ما نعملش اي disruption immunization services لان ممكن تزود occurrence of vaccine preventable disease. الناشونال immunization program should be continued without any disruption. كل النيونات والانفانت والشيلدرن should be vaccinated according to the schedule. تمام؟ Only born infant should vaccinate schedule وconsideration guidelines بتاعت الكوفيد infection preventive measure، يعني كلهم ينزلوا لكن preventive measure، الناس لابسة ماسكات، التباعد الجسدي، avoid crowding، يبقى دي بنراعي القصة اللي احنا فيها حاليا علشان الانفكشن، avoid mass vaccination campaign until COVID situation resolved، يعني ما نعملش حملات تطعيم على مستوى الدولة. طبعا هو الكوفيد جاي واصلا كان في حملة شغالة لكن خلاص ما اكيد ودي ريكومنديشن والناس ملتزمة بيها انه مش هيحصل حملات الا ما يخلص وضع الكوفيد زي حملات شغل الاطفال. Avoid introduction of any new vaccine in the national immunization program، يعني لو الدولة قررت تدخل حاجة وما اعتقدش طبعا يحصل، لكن لو حصل دخل واضافوا حاجة جديدة زي الروتا او نيموكوكل يستنوا شوية عشان يضمنوا الاميون ريسبونس. طيب النيونيتس بنعمل معهم ايه؟ Few cases have been reported of infants confirmed with COVID، يعني في الخمسة مليون وشوية اللي أصيبوا داخلين على ستة مليون، حالات قليلة أو في النيونيت ان هم reported وغالبا بيحصل mild illness، يعني مش بيبقى زي الناس اللي عندهم severe illness. مفيش vertical transmission لحد دلوقتي documented، واعتقد برضو في الخمسة مليون وشوية كان اكيد كان بان الامنيتك فلويد والكورد بلاد وبريست ميلك سامبلز وثروت سوابس من يونيس كلها تستد نيجاتيف للفيروس، فبالتالي مفيش vertical transmission. الكونسلتيشن طبعا قبل ولادة الطفل من أم عندها الكوفيد لازم يبقى فيه مالتي ديسيبلينري تيم، واحنا عارفين طبعا مالتي ديسيبلينري تيم ودي حاجة جديدة علينا شوية الحقيقة، يعني يمكن احنا كلنا مش كلنا وبدأنا نسمع القصة شوية عن المالتي ديسيبلينري تيم. ايه المالتي ديسيبلينري تيم ده؟ اللي هو تيم بيقعد ويتناقش في مشكلة، انا في ام مثلا عندها بوزيتيف للكوفيد والمفروض ان هي هتولد بيبي، ففي الحالة دي بيتعمل مالتي ديسيبلينري تيم علشان نناقش. مالتي ديسيبلينري تيم يعني الناس اللي يهمهم الموضوع، نيوناتولوجيست، بيدياتريشن، طبعا اوستريشن ده اكيد، انستيست وحتى انستيسيا، وحد بتاع انفكشن كنترول، دي اسمها مالتي ديسيبلينري تيم اللي هي التيم اللي هو يبقى متعدد التخصصات، وده علشان نقدر ناخد قرارات موحده في هذا الموضوع. تمام نرجع للسلايد بتاعتنا. فمالتي ديسيبلينري كونسلتيشن من مجموعه وانتنسيفست طبعا او حد بتاع نيونيت انتنسيف كير، فيدينج نيونيت بورن تو ماذرز ويز كونفيرمد اور سسبكتد كوفيد، طبعا بريست ميلك ذا بيست سورس، ويمكن كل شويه بيطلع لنا ريبورت انه كمان بيدي اميونيتي اجينست كوفيد، بدات تطلع ريبورت زي كده،
واعتقد اكيد شكلها كده تبقى confirmed يعني. Early initiation within 1 hour of birth results in greater benefits due to dose response effect. Exclusive breastfeeding should continue for 6 months with timely introduction of adequate safe complementary food at age of 6 months. اللي هي recommendation العادية اللي ماشية 6 شهور في الكوفيد وغير الكوفيد, while continuing breastfeeding up to 2 years of age or beyond. ريكومنديشن من جوه ومن بره ومن عندنا من كل الدنيا, ها. فدي ريكومنديشن. الامهات بقى اللي مش قادرين يدوا بريست فيدينج في الفيرست اور افتر ديليفري شود بي سبورتد تو بريست فيد, يبقى في سبورت. وهنا بقى ممكن يخش مع المالتي سيبني, ده حد بتاع بريست فيدينج كونسلتنت, عندنا طبعا ناس ممتازين في هذا المجال. ريسبيراتوري هيجين فور اور كونفيرمد اور سسبكتد كوفيد 19 كيسز ديورينج سكين تو سكين كونتاكت اور كانجرو ماذر كير ممكن يتعمل, بس طبعا بقى في ماسك وفي هاند ووشينج, في جلوفز ممكن, وهاند هايجين, غسيل قبل وبعد, وروتين الكلين. فيبقى بنراعي الانفكشن كنترول في الامهات, لكن بيرضع مفيش مشكله خالص بيرضع تمام. زي ما قلنا هو في بريست فيدنج كونسلر, بيزك سايكولوجيكال سبورت, مهم سايكولوجيكال سبورت للامهات دي قوي, لان طبعا عايشين في جو واحده في العزل وبتولد في العزل, يعني طبعا منتهى الذعر بالنسبه للام يعني. براكتيكال فيدنج سبورت, حاجات عمليه في النصايح اللي بنديها لها, والناس تبقى معاها ومتابعاها ومعاها تليفون عشان تتابع معانا. To all pregnant women and mothers with infants and young children, whether they or their infants and young children have suspected or confirmed, يعني حتى لو هم مش اكيد ان عندهم, لكن في الحاله دي برضو بنعمل الميجرز وبنعمل السبورت الكافي لهذه الأمهات تمام. طيب المذرز انفانت شود بي انيبل تو ريمين توجذر, يبقى في رومينج ان, يبقوا مع بعض ما بعد الولاده عشان انيبل البريست فيدينج وانيبل سكين تو سكين كونتاكت بقدر الامكان لحد ما الرضاعه الطبيعيه تستقر, ويكملوا مع بعض حتى لو الامهات وحتى لو الاطفال مش مؤكد قصه الكوفيد عند الاطفال, يعني حتى لو الاطفال مش متاكدين منه. طيب في تريتمنت, طبعا في تريتمنت كوفيد, ولكن نحب نقول في الاول ان مفيش تريتمنت لكوفيد مؤكد لحد دلوقتي, كلها مبنيه على تجارب سابقه ما اكتملتش, على تكهنات ما يقدروش يوقفوا التريتمنت. الحاجه الوحيده الاكيده في الكوفيد هو اعراضه, لان 5 مليون وشويه حالات ممكن او ندرس الاعراض ونطلع 90-95% ولا يزيد الكثير بعد كده, لكن الاصعب هو قرار العلاج, لان ما تقدرش تقول ان انا هاخد evidence based أدي ناس علاج وما أديش ناس علاج, عن ethical خالص إن أنا أجي في ناس وأديهم علاج وناس تانية ما أديهمش علاج, فطبعا في الحالة دي طبعا يبقى عن ethical خالص. عشان أقرر إن علاج فعال 100% أقول ده فعال ده مش فعال, دي عايزة مني جرأة عنيفة جدا إن أنا أجي على الناس وأقول لهم والله لا ده أنا يعني هوقف, مش هدي لك علاج عشان الإنسانية طبعا حدش هيبقى الموضوع طبعا unethical تمام. فما أقدرش أقرر العلاج إلا على المدى بعيد قوي, عشان يبقى في وسائل غير تقليدية, غير إن أنا بعمل comparison بين الناس خدوا وما خدوش, لا أنا طبعا هضطر إن أنا أنتظر واستعمل العلاج اللي هو الإمبيريكال اللي الناس كلها بتستعمله. إيه بقى التريتمنت فيما يخص الأطفال؟ طيب اولا في طبعا نون سبيسيفيك ثيرابي, احنا هنعد السبع حاجات وبعد كده نتكلم عنهم ان شورت. انا مش هتكلم عن دوزز خالص, والمبدا عندنا طالما في جايد لاينز والناس بتشتغل في مستشفى الدوزز الجايد لاين في جيبنا او على الموبايل او على التاب بتاعنا, ونبص في الدوز لما نحتاجها. اي دوز في تاريخ الطب مش بستعملها كل يوم او ريجولر, يبقى برجع لها على طول يا في الكتاب يا في الجايد لاين على الموبايل على النت على اي حاجه, لكن هنتكلم على الانواع بشكل عام. طيب شكرا دكتور عمرو. طبعا فهنا بيبقى عندنا السبع لاينز الاساسيه اللي احنا بنمشي عليهم في التريتمنت. اول حاجه طبعا نون سبيسيفيك ثيرابي, اسس ومونيتور السيفيريتي كرايتيريا, ريسبيراتوري سبورت, انتي مالاريال وانتي فايرال, ويمكن انتي بايوتيك ثيرابي اذا كنا نعتبر ازيثروميسين يعني انتي فايرال, وثيرابيز تارجتنج اميون ريسبونس, مالتي سيستم
سبورت و ميكانيكال فنتيليشن، او نقدر نقول يعني بدون ما اكون بعدل طبعا على البروتوكول اسيستد فنتيليشن. نيجي الاول للنون سبيسيفيك ثيرابي. نون سبيسيفيك ثيرابي اللي هو علاج يعني جنرال للحالات كلها، ايزوليشن بيد ريست. طبعا هو الايزوليشن حقيقة الايزوليشن اهم نقطة في حصار الوباء، اهم نقطة في حصار الوباء هي الايزوليشن الحقيقة، يعني لان دي طبعا اللي بتعمل سلوين للسبريد وبتنقذ يعني المجتمع ككل. ايزوليشن ريست اند دايت، ظبط الدايت بتاعه، اللي ياخد اورال اللي ياخد اي بي. نيزوجاستريك فيدنج، طبعا بنتكلم في طفل صغير قوي ممكن يحتاج نيزوجاستريك فيدنج بعد ما يخش ب 24 ساعه لو الفيدنج بتاعه مش توليريتد. اي بي ثيرابي للناس الهوسبيتالايز والسيفير ديزيز او فيهم ديهيدريشن او انتربول تو اورال فيدنج، فدول بياخدوا اي بي ثيرابي. سيمتوماتيك تريتمنت، طبعا ممكن يحتاج باراستامول فور فيفر اند بين، وزي ما قلنا الجايد لاين اللي بنتكلم فيه النهارده اللي لسه جاي لنا يعني من ساعات قليله بيتكلم على الباراستامول واستبعد النون استرويدال بشكل يمكن يكون قد يكون نهائي غالبا، يعني لان اختلفوا فيها كتير. وشكرا دكتور عمرو على ملحوظه البلاكونيل، هو مكتوب هنا في الجايد لاينز، هنقول القصه ايه. هو هنا تفاصيل العلاج والسايد افكتس بتاعته انا مش كاتبها لان اللي هيعوزها هيرجع لها. وزي ما قلنا مفيش علاج كونفيرمد للكوفيد 19، مفيش دوله تقدر تحلف ان في علاج كونفيرمد، لان ما عندهمش الوقت او القدره ان انا يبقى مريض كريتيكال اللي هو بياخد العلاج واقول له لا هنبدي العلاج لمين. مفيش حد بياخد بلاكونيل لكارير، محدش بياخد كلونيل بلاكونيل لمجرد مكتوب في الجايد لاين بالنسبه للناس اللي هي الدكاتره كحاجه بروتكتيف. انا النهارده لو عندي دواء استعمله، وهو مش رايي طبعا، انا مش انا الاكسبرت يعني اللي هقرر، انما محطوط كبروفلاكس للتيم، واعتقد مش هيبقى الواحد هيقول لا لو انا في حاجه بروتكت اور كوليجز، يعني لحد ما يثبت تماما ان هو يوسلس. طبعا له سايد افكتس وخطير زي ما سيادتك بتقول، احنا بنعدد بس الكلام. وفي اختلافات في كل الدول، كل الدول، امريكا بتشجع البلاكونيل، دول تانية فرنسا بتستخدموش الا في البرايفت سيكتور بس، ففي خلافات في كل الدول، حتى الانتي فايرال زي ما هنقول. انا بس عشان الوقت عندنا بيبقى محدود شويه ب 40 دقيقه، وانا عدى عليا وقت مش قليل، فبرضو عشان ما اضيعش وقتكم فاضل لنا حوالي 11 دقيقه. access assess and monitor severity criteria، يبقى ده العيان ده محتاج مونيتورنج زي اي عيان في intensive care. القاعده الرئيسيه هي المونيتورنج، هي ملاحظه ملاحظه ملاحظه، ودي اهم حاجه في intensive care in general. lethargy unconsciousness convulsion inability to drink or breastfeed، طبعا دي الحاجات اللي بيبقى عيني عليها دايما عشان اسس السيفيريتي بتاع الكونديشن. ريسبيراتوري ستريس تاكيبنيا ريتراكشن جرانتنج، دي الحاجات اللي النيرس بتبص عليها او الناس اللي قاعدين يبصوا عليها ويلاحظوها. مش هنتكلم عن خطوره انه يعني ممكن الناس تبقى observing في الفترات الجايه ما هواش intensive care doctor، فاحنا بنقول للناس النيرس زي ما اعتمدنا عليهم كثيرا ممكن نقول لهم شوفوا الحاجات دي خلاص. مش هقول لواحد شوف الاي سي جي بتاعه، قد يكون نلجا في بعض الاحيان لظرف ما ان احنا مش هنقول يمانج ولا يعالج ولا انتيوبيت عشان ما اخشش في حته مش مظبوطه. تالت حاجه في المانجمنت، طبعا هنا بنقول بالنسبه للريسبيراتوري ستريس الاسسمنت او الايفالويشن بناء على الايج، الاقل من شهرين بنعتبر تاكيبنيا، لو أكتر من 60، من شهرين ل 12 شهر الأكتر من 50، من سنة لخمس سنوات الأكتر من 40، خمس سنوات فما فوق الأكتر من 30. فدي الجدول بتاع الريسبيراتوري سبورت، الريسبيراتوري أسسمنت. نيجي بقى الريسبيراتوري سبورت. الريسبيراتوري سبورت عندنا بالنسبة لنا في عندنا الأوكشن، عندنا النيبولايزيشن، وعندنا الميكانيكال فنتيليشن. هي يعني حته ميكانيكال فنتيليشن هو المفروض اسيستد فنتيليشن، لكن ميكانيكال فنتيليشن لانه
شكرا دكتورة عايدة على كومنت حضرتك عشان منظمة الصحة هي ما حذفتوش لكن وقفت الريسيرش فيه على البلاكونيل. شكرا. بالنسبة لسباتيو سبورت بنتكلم على في ثلاث حاجات: اوكسجين ابريليشن، ميكانيكال فنتيليشن. وهنقول ليه قالوا ميكانيكال ما قالوش سبورتيف او اسيست فنتيليشن، هو قالوش اسيستد لان هو هنقول السبب دلوقتي حالا. بس ما هنتكلم بقى هنا عن احنا هنرجع الميكانيكال فنتيليشن تاني عشان كده عديتها في النقطه دي. هنتكلم على الادويه، ولكن المكتوب الاحمر despite limited evidence hydroxychloroquine chloroquine or one of the antiviral should be used in patient requiring hospitalization. انا عندي واحد very critical mortality فوق 50%، معنى كده ان انا العيان ده يروح مني، حاجه مش متاكد منها متاكد منها استخدمها لحد ما اتاكد. الانتي مالاريال هيدروكسيكلورين أزيثروميس، مش هنتكلم على التفاصيل قوي، لكن عندنا الانتي فيروس هم أربعة ومن ضمنهم التاميفلو اللي هو حاليا ماشي عندنا، ريميديسيفير بتاع شركة جيلعاد اللي أمريكا بتروج ليه، الفافي بيرافير بتاع الأفيجان بتاع اليابان. يعني في كذا انتي فيرال، مش هنقول الأفضلية، أنا محدش متأكد من حاجة 100%، لكن واحد منهم زي ما قال الجايدلاين ممكن نحطه مع الحاجات التانية. تمام. ده بالنسبه للميديكيشن، مش هنقول دوزز خالص، ده مش مكاننا. الحاجات اللي هي تارجتنج اميون ريسبونس هنعد عليه: كورتيكوستيرويد بيحطوا كتير، مونوكلونال انتي بوديز، والكونتينوس فينو فينس هيموفلتريشن يعني زي الاكمو والكلام ده طبعا مش تبعنا قوي مش عندنا. كونفاليسنت انتي بودي ريتش بلازما ده طبعا بروميسنج تريتمنت واستخدم في مصر في بعض الحالات وناس كتيره بتقول انه بروميسنج. مالتي سيستم سبورت، ان انا طبعا عندي هيمودايناميك سبورت للشوك بالسلاين بالفازوبريسور سبورت بلاد ترانسفيوجن، كنترول اوف سيزرز، مانجمنت اوف كوما، كنترول ميتابوليك ديستربنسز، مانجمنت اوف اكيوت كيدني انجري، هيماتولوجيكال سبورت بالانتي كواجولانس لو في دي دايمر فوق 2 او بالمونري ويدج لو احنا قسناه في انفاركس، وبدي هيبرين خلاص. وطبعا في كلام كتير دلوقتي عن احنا ندي هيبرين ولا ندي اسبرين، ده كلام هيحصل عليه كلام في ميتينجز جايه زملاء تانيين هيتكلموا عنه. اخر حاجه الميكانيكال فنتيليشن، وهي طبعا عندنا دايما الميكانيك فنتيليشن حاجتين، في عندنا نون انفيسيف وانفيسيف. مش هنتكلم عن سيتنج بتاعت فنتيليشن خالص، ده مش حقيقه مش مجاله، او يمكن نتكلم عليها مره تانية. انما الاهم بالنسبه لنا العلامات الحمراء اللي هنقولها، ويمكن دي اللي هنختم بيها النهارده ان شاء الله اللقاء. اولا emergency intubation in the ward may increase risk of exposure لنا للتيم نفسه. patient should be ideally admitted to PICU before the need arises، يعني ادخله البيكيو ما تايبوش بره وادخله البيكيو، على قد ما اقدر ادخله الاول عشان intubation بره البيكيو ممكن يضر العيان، يضرنا احنا. تاني حاجة انه باجينج especially before intubation can increase the risk of exposure، يبقى حاولش اعمل باجينج قبل ما ركب التيوب، اعمله بعد التيوب، يعني احط تيوب وباجينج ما جايز، لكن ما اعملش باجينج قبل التيوب. use filters between bag valve and ET tube وبين التيوب وبين الفنتيليتور طبعا عشان اقلل spread of infection، كل ده protection للتيم. ensure full appropriate PPE and minimum personnel وانا جوه، safety first لينا كلنا عشان ده اللي هيخدمنا ويخدم العيانين. rapid sequence intubation اسرع قصة الانتيوبيشن بسرعة، وسيديشن يفضل سيديشن عشان اقلل الفايتنج وبالتالي اختصر خطوات الانتيوبيشن، ده بيقلل اكسبوجر بتاع الميديكال تيم اللي هو البرايوريتي بتاعتنا الاساسيه، مش الاساسيه احنا كنا بنشتغل للمريض بس عشان نقدر نشتغل للمريض. avoid awake intubation، ما اديش العيان انتيوبيشن وهو فايق، ادي كيتامين او اي سيديشن عشان ما يحصلش فايتنج ويحصل spread of infection لينا. use cuffed ET tube لو افيلابل علشان انفليت as soon as possible، يبقى هنا اقلل الليك اللي بيحصل حواليه. مينيمايز اند افويد اوبن سكشن، ا كلوز سيستم از ريكومندد، كل ما يحصل عشان اقلل الانفكشن للتيم بتاعنا.
الجايدلاينز دي موجوده على المينستري اوف هيلث اند بوبوليشن مانجمنت جايدلاينز، ودي فيها حاجات كتيره قوي، كيدني وليفر واي تي وحاجات والبريجننسي والكلام ده. لكن احنا خدنا جزء اللي يخص للتشيلدرن، عدينا على الدوزز لانها موجوده ما اتكلمناش عنها، عدينا على السايد افكتس دي ممكن نرجع لها لما نعوز ان شاء الله. بشكر حضراتكم. اي اسئله على صفحه مستشفى النصر الصفحه التعليميه، وبشكركم لحضوركم ونلتقي على خير ان شاء الله.